بس خلاص. بص يا جماعه، الكلاب ما بتعملش حاجه، بس اهم حاجه وانتوا بتاكلوا الكلاب ما تحطوش كلهم في مكان واحد. بس رباش، خد لازم تحطه في اماكن معينه، يعني مكان هنا شويه وهنا شويه عشان ما يتخانقوش مع بعض. تعالوا تعالوا هنا، تعالوا هنا في الحر ده يا جماعه. يعني اكلوا الكلاب او شربوهم، يعني اي حيوانات في الشارع اكلوهم، هم صدقوني ما بيعملوش حاجه. بس الكلاب اللي بيتهوهوا عليكم، اللي بيهوهوا دول، بسبب ان في ناس اذوهم يعني. بس كده اهم حاجه في الحر يا جماعه، لو عندكم اي حيوانات وانتوا ماشيين كده. بس ده صغير ما تقدوش، خد شويه رز حلوين، رز حلو برضه. ايه يا كوكو مالك، ما تخافش، تعالى كل يا حبيبي، كل يا حبيبي، كل يا حبيبي، كل ما تضربوش. بس شكوكو، بس تحبوا تشربوا؟ تعال. ايه يا ابني، مفيش حاجة. خلصت يا حبيبي، مفيش حاجة. عايزين مية؟ طيب تعال، خدوا مية اهي. اشرب مية. بص عطشان، في الحر بتكون عطشانة جدا، يعني شربوهم وأكلوهم عادي الأكل. عايز تشرب يا كوكو؟ تعال اشرب، تعال خد هنا، قلت لك هنا، تعال اشربوا، يلا اشربوا، يلا اشرب. الكلاب يا جماعة طبعهم الكلاب الشوارع هي ما بتأذيش حد، بس هما لما انتوا بتمشوا هما مثلا بيهوهوا، هما اتأذوا من ناس زمان، عشان كده بتلاقيهم يعني هما خايفين على نفسهم، بيدافعوا على نفسهم. لا 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 لا، بص هنا بقى الخناقات، طفل صغير يعني لا ما ينفعش. خد فاللي معاه اكل، اللي معاه عظمه، معاه حاجه، بعد ما يخلص اكل في شنطه كده اقفله، وانتوا ماشيين وفي كلاب في اي حاجه اكلوهم، محتاجين ياكلوا بس، مش هما مش مضرين خالص. هتاكل وانت جميله، ما خلص اهو شنطه، خلص. ايه ده، خد تعال، ما فيهاش اكل يا حبيبي. هو ده يا جماعه الهدف الفيديو، يعني لو انتوا تقدروا تساعدوا حتى الحيوانات اللي في الشارع، يعني كده بجد، يعني انتوا بتعملوا حاجه جميله جدا. الحيوانات يا جماعه مش بيلاقوا اكل خالص، فانتوا بعد ما تخلصوا اكل، لو فاضل الاكل يعني، ما ترموهمش في الزباله، في شنطه كده لفوهم وانزلوا كده اتمشوا في الشارع، هتلاقوا حيوانات. بصوا ما بيعملوش حاجه، ملوش حاجة خالص، وعلى فكرة هيكونوا عارفينك جدا. بس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا مشاركات كتير، والناس كلها تعرف ان الحيوانات اللي في الشارع محتاجة اكل ومحتاجة مية ومحتاجة حد يهتم بيها.